بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا من معهد انت بلس العالي للعلوم الصحية، ومع موضوع أهمية وأهداف الإسعافات الأولية تقديم الدكتور عبد الرحمن السامعي. أهمية وأهداف الإسعافات الأولية تكمن في الآتي: 1. الحفاظ على حياة المصاب بقدر المستطاع، تقديم خدمات الإسعافات الأولية المستعجلة لإنقاذ حياة المصاب، الحد من خطر المضاعفات على الشخص المصاب، متابعة العلامات الحيوية المتمثلة بقياس الضغط والنبض والتنفس، القيام بعملية الإنعاش القلبي الرئوي للحالات الحرجة والطارئة، متابعة وضعية المصاب وتحسين وضعه، متابعة حالة الوعي لدى المصاب وحالة الإحساس والسمع والرؤية وسلامة العظام وسلامة الجلد لاستثناء النزيف واستبعاده أو عمل التصرفات اللازمة في حالة وجود نزيف خطير على المصاب. التعامل مع الحالات المتعلقة بالكسور والنزيف وفقدان الوعي بعناية دقيقة ومركزة، والعمل على إسعاف المصاب إلى أقرب مرفق صحي في أسرع وقت ممكن. مبادئ الإسعافات الأولية: تتركز مبادئ الإسعافات الأولية على التالي: السيطرة التامة على موقع الحادث، إبعاد المصاب عن مصدر الخطر، تحسين وضعية المصاب، التعامل مع حالات النزيف والكسور والجروح بدقة متكاملة ومتناهية، القيام بمتابعة العلامات الحيوية للمصاب، والقيام بعملية الإنعاش القلبي الرئوي للحالة الخطرة والحرجة مع عملية الإسعافات اللازمة وتحويل المصاب إلى أقرب مركز صحي. المسعف: المسعف هو الشخص الذي يقوم بتقديم عمليات الإسعافات الأولية للمصاب أو للشخص المريض بحدود معلوماته الطبية في مجال الإسعافات الأولية. وتتركز مسؤولية المسعف بتقديم خدمات الإسعافات الأولية الفورية المناسبة للمصاب أو للشخص المريض، ثم تحويله إلى أقرب مرفق صحي لإتمام بقية العلاج في المركز. وتتلخص خطوات عمل المسعف في الآتي: 1. تقييم حالة المريض والمرض وتقييم حالة المصاب والإصابة تقييما علميا صحيا دقيقا، تقديم خدمات الإسعافات الأولية وترتيب أولوياتها بحسب خطورة المرض أو الإصابة والحد من مضاعفاتها على الشخص المصاب أو الشخص المريض، متابعة وقياس العلامات الحيوية للمريض، القيام بعملية الإنعاش القلبي الرئوي، والقيام بعملية تدفئة المريض وتحسين وضعيته وتهدئته، والقيام بعملية الحفاظ على راحة المريض، ثم التقييم العملية أو الإصابة وإحالة المريض إلى أقرب مرفق صحي في حالة الخطورة. الشروط التي يجب توفرها لدى المسعف: هناك شروط يلزم توفرها لدى المشرف، ومنها المعرفة التامة بقواعد الإسعافات الأولية وطريقة تنفيذها، تأمين موقع الحادث، عزل المصاب عن مكان الخطورة، القيام بقياس العلامات الحيوية للمصاب، معرفة الأعراض وعلامات الخطر للمشاكل الطبية، معرفة علامات الاستجابة لدى المصاب، السيطرة على النزيف الخارجي للمصاب، ومعرفة العوامل والأعراض التي تؤدي وتشير إلى النزيف الداخلي، التعامل مع إصابة العمود الفقري، التعامل مع الحروق والكسور والجروح، كيفية التعامل في عملية التضميد للجراح، كيفية التعامل مع إصابات الأطفال. صندوق الإسعافات الأولية: يسمى صندوق الإسعافات الأولية بحقيبات الإسعافات الأولية التي تحتوي على جميع الأدوات اللازمة للقيام بعملية الإسعافات الأولية لكل حالة طارئة وحالة مرضية. وتحتوي حقيبة الإسعافات الأولية على جهاز قياس الضغط وسماعة طبية، شاش، قطن، أسبرت، مشارب، مقصات جراحية، خيوط جراحية، مخدر موضعي، خافض لسان، وساعة توقيت. تمييز أضرار الناتجة عن الحوادث والكوارث الطبيعية: تمييز الأضرار الناتجة عن الحوادث والكوارث الطبيعية تشمل الآتي: إصابة جسم الإنسان، إما تكون إصابة بسيطة أو متوسطة أو خطيرة،
وقد تؤدي إلى إعاقة جزئية أو إعاقة كلية أو إعاقة دائمة. اثنين، الوفيات، تقدر عدد الوفيات بأعلى مستوى بالنسبة للحوادث والكوارث الطبيعية في على مستوى العالم. زيادة الوفيات في صفوف المجتمع يؤدي إلى أضرار محلية وأسرية واجتماعية. ومع ختام تحياتي وإلى اللقاء.